يمن ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية. أيها المسيح إلى هنا ونجنا، فليد توسلي قدامك يا رب كقولك، فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحيني. زوك سابتريكي يمكن أكفل في ماتي. يا من أسلم الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة، وهديت اللص المصلوب معه للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية، لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء. أيها المسيح إلهنا ونجنا. كان إنك أو إنك أستطيعون أستطيعون آمين. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك، أظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. كان إنك أو إنك أستطيعون أستطيعون آمين. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال، لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء، أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. زوك سابتريكي يمكن أكفل في ماتي. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. كان إنك أو إنك أستطيعون أستطيعون آمين. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية، أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.